عندي سؤال اللي هو أبغى أخذ رأيكم بخصوص انتشار ظاهرة الحرية الشخصية. يعني كل حد يطلع في السوشيال ميديا يسوي أشياء تسيء لعاداتنا وتقاليدنا، ويرد يقول الحرية الشخصية، فشو رأيكم بالموضوع؟ لا تتابعوهم، انا اقول لك مره قطعوهم، مره مسحوهم من السوشيال، مره من تليفوناتكم مسحوهم احسن لكم صدقني. والله يا ولدي حلو الانسان يطلع مو بالله على السيء، يطلع على الصح، ويجب الانسان ان يحترم اراء الناس الثانيه، بس مش لازم يتبعها، مش لازم يقلد غيره، يشوفه شو سوى وانا اسوي شراته، باخذ منه الايجابي والسلبي بوني بخلي. وانت ما تقدر تقطع العالم، تعيش لحالك ما تقدر، وفي الزين وفي الشين. انت خذ شعره ما قالت اختي، خذ الزين والشين طوفه. انا اقول لك عندك واحد تشوفه يسوي هالشكل ولا حرمه ولا رياله، ابوي يمسحهم من سنابك ومن اشيائك. تعرفي مسالم ليش يطرح هذا السؤال؟ هو انا يبالي غيرته على اهل بلاده وبلاده وعيال البلاد. هو غيرته لما طرح هذا السؤال، هو غيرته على البلاد وعيال البلاد. صح. صح. فبيتبعوا العيال البلاد، حد منهم عقولهم متفتحه كبير وفاهم الحياه، وحد عقولهم وحليلهم على قدهم. صحيح. في ناس ما حد موجهنهم، في من عيال. اي نعم. فبيتبعوا عيل هذا سوى وسوى هالشكل، بيتبعوا. فهو من غيرته سأل هذا السؤال. انا اقول لك بعدي اكررها عليك لثالث مره والثالثه ثابته، امسح هالاشياء يمي اللي تصدع لك براسك وتجيب لك عوار راس وتشوف الاشياء المابزينه اللي احنا ديننا ما يسمح بهالشيء. زين؟ امسحهم ابوي وريح امرك، تابع الناس الخيرين الزينين، تاخذ منهم الزين والشين بتاخذ، لكن تشوف من هالامثال. الله يستر علينا وعلى اخواننا المسلمين ان شاء الله. امين.